إن حمد وحي هيسي لو هابين وحنان دريمي إي إلى لوغو مدحانون بدن وسن ونغنايا يلوغها أو غرعله حمد أسي حافظ إذا عرتي وسجال تطوى كم إذا ويكود عادي حافظ إذا أنا أرى أنني 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 أرى boqolal kamid ah shacabka reer Hargeysa ee ku kala nool degmooyinkii xaafadaha magaalada Hargeysa ayaa qaar kood waxa soo wajahay xanuunka xumada kaasi oo xanuun ay keento kana cadu isla markaana maalmihii ugu dambeeyay si weyn ugu faafay magaalada Hargeysa hadaba warbaahinta FIFA Media ayaa booqatay goobaha caafimaadka ee dadka lagu la tacaalayo xanuunkani waxana la kulanay dad xanuunka si uu ku dhacay هو يا إما كأكو أفر عشاي بكتي لبها بيني لبها معلومات دكتور كانوا كوهيني كوري جمر كانوا كوهيني بي أي ديك ما تقطعي محمد سيادة بهاي سي ما شاء الله دكتور كان الريان بانو كاني محمد دي ولا جت شبيعي لكن سيدا يمر كي هراء هذه يا أنا كو كاني يا إما كسيدا يتهاي ويكل جت يا إما كوي لدن تهاي كرشة ربع المر كهراء كلهم تيا إما كي يكيم هو يكل كر الله سما شاء الله arka waxaan nahay xaafada hayba laambad marka dad badan oo aruur la hoodad waan weynay way ku dhacday oo aanba aruurteeda qaar bay ayaan saaka gurigi aan kaga imi iyago xumad u hayso dad way ogaatay dadka ay xumad u hayso ay ka war hayaan xanaatay wacdi gelin badan ay bixiyaan sidii siyaad maxamed in xumad waxay haysay laba habeen waxaan dareemayay ilaaluga madaxanuun badan oo san noqonaya يلوها أو غرعله حمد أسي حافظ إذا عرت إذا وسجال تطوى كم إذا ويكود عادي حافظ إذا طن نق نقني سان حمد أسي مركا وحيل لها قبان كروح حمد أس يسي لو قرت لها كان عداس قد بين إيش حمد تاس أنك قاصل هنا سير دعف ما تكين أي حياة قبان كريسة قبات تفي في ميريان وهم هاد نقينا دائما نلف نلف فكرة هاي وأنا لا أدري ميسي حنوك الشعب كهيستا حنوك هنا إن ليرا إن حمدو أنا أرى أنني 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 توعي جلين لجعله دولت يو شعب كبار توعي جلين لجعله أيه ندور نوايا ده حنون كانوا سيف عافية حنون بري مري نقول ده صفي نقول مراين الدافين بل أركي تري ده أنا كمان رجع حنون سنة دول بقى ما دول كي بلاد مر صن قنية مركا وحنا ندى دولت يو وسارة دي عافية ما تك يو ده شعب كبار وعيين جلين لجعله ده بل وحنا لبارة ما شو كإيمان يو ده لما جرنا يو ما ينقوم بينو كوم يمس عالم كده بده وحنا هيا بكده أختار كمان شو جانو waxweeyaan dadkii deeb bukaanka haaban la jooga saynoona saa ugu wada rakiban taa xanuun kan meel uu noogay ma garanmayno dadku waa wada xanuunsanayaan istab istaba loo soo dhacaya deebal waa kaas wax leenay dawladdi deebal dawladday dadkan wacyi gelin u sameeyo oo deebal wixii laga tari karo laga taraayaan anuu ku talin laha hada abdi yasiin oo kamid dhaqaatiirta waaweyn ee dalka ayaan ku booqanay goob caafimaad uu ku leeyahay Hargeysa oo ay u jiifaan boqol oo jiifaan dad tiro badani xanuunkan xumada waxaanu doktorku nagu warbixiyey waxa keena xanuunkan iyo sidoo kale qaabka loogu hortagi karo alxamdulillah salaatu wasalaamu calaa rasuulillah salaam salaam maasiin cabdiraxmaan iyo warbaahinta FIFA media oo nagu soo booqday cusbitaalka arriyaan gudahaan su-aashaad weydiisay ah xumada بريا عند بلال درهميو أما كوسو كده اسمه قال له محي تاعي كودهان حمد ده عدين وكورنا واحد كان ده كان عدا أما نوع كم ده كان نوعية كم ده كان عدا مركا كان عدا أو حنونك اللي دوم بيكيني سا أو أي كم تاعي تام دنجو في فرتاي ده عدا أما حمد ده
كينيسا وحكلو كميدا ككله لو يقانيسنا كودوديها كان عاد اون با كانتا وحكلو كميدا كلو يقانا اسغونا ان ملاريا عاديه ان هربا ونقاني يدنا وحن با كانتا كان عاد مركا اصلان وحنونا كسو كيمادا اما محاسل كود واي سببته كان عاد اي سببته هذا حمدو أما محمد دان يضع سنديه جدا بيسين وسو كرليسا وحكينتا قريب كم إذا كان عدا الله يقانو شفتي أنا إيريس أما فرع كله محاها لغار كي مصر مرك وجوريسي نوع عسا كينتا جودهان كان عدا مرك يقف قنينتو قف كاسو مرك أبوكا أي ديجي كقاعدة سادة بدنا واحد كم ديسا هذا نقف كله مركز سيدا وكفا فيا سيدا سوية كان على سام مركز فافنيسا كان على سام مركز قفقة وقاضة وكان على كود عضة وفو واحد لقيا على مديس إني قاضته محوها إلا إياه طبعا عشا إلا طبعا عشا إني قاضتين على مدو كسو مغضان على مدك هو بعد قفقة القوار كي واحد ويحمد حمد داس حوق قلول أما قاريسا سقالي صدن إلا يا فرت سنتغريد كاريسا ولي محمد داس سونو نغنيسا حنون كدريم يقف عندها حق ود الدمب وحو يالنا يقف مركا ان يلالغو انتدي يديديو متك او درو وحيابها سو يالنا هدبا حنون كمركو علامدها يشو وحا لغا يابا مركا دمب inuu isu bedeli karo calaamado ka sii waaweyn oo saameyn ku keeni kara marka qofka tiigiisa saameyn ku keeni kara gaar ahaan qaybta xinjirowga hadaba haduu qofku leeyahay haduu qofku yeesho muxuu aha caloosha ay xanuunayso oo marka yaraaluga saayida yeelanayo taas waxay diideysaa marka inuu cuntada qofku cuno waa dhara saayida ay ku keenaysa qofka aduu yeesho marka sanka u dhig ka imanayo ama intan cunaha ama afka u dhig ka imanayo iyaduna waxa weeye waa calaamad u baahan in qofku markaba caawimaad caafimaad u raadsado ama xarun caafimaad ama isbitaal uu booqdo si marka qofka xaaladiisa loo socdo hadii ay dhacdo marka inuu xinjirowga hooseeyo qofka waxay خطر كو كيني كرتا قفكا سي انو نغلادو اما باي سببي كرتو سي فدود انو قفكو ديك بحو مركا حنجرو غو هوس مرا ان آدو هوس غو دعا اما محو هاي هوس غو سي دعا حنجرو غو قفكا سو حو باحاني مركا انو عاوما ديك ديكرات سودا اما اسبتل قو باق با تاسو مركا يخصب نقون انسا مركا قاركو دين لغو شبو dig lugu shabo qofka si xinjirowgiisa kor loogu soo qaado ama ba qadiiga la kala saaro oo qaybta xinjirowga lagu shabo marka taas waxay ka caawinaysaa qofka in laga hortago inuu dig bax saayid u yimaado keenaya intan dheef mareenka ama cuntada ay martaba saameyn buu ku keenaya taas waxay keenaysaa qofku inuu yalaaluga yeesho cuntadii uu diido matagu yeesho taas waxay yareynaysaa cuntadii uu qaadanayay afka marka marar badan waxa qasab noqotay in qofka xididka wax laga siiyo iyo waxyaabo yareynaya marka matagii yalaalugadana la siiyo iyagana waa faleebada loogu daro ama si toosaba loo siiyo laakiinse waxa muhiima in cunto qaato si ay si haday suurtagal tahay cuntooyinka waxa ka mid ah marka babayga oo la leeyahay xinjirowga ugu fiican inuu kor soo qaado liin macaanta tufaaxa iyo wax lamid ah cuntada wixii uu qaadan karana kolba qofku uu cuni karana inuu qaato iyaduna waa muhiim laakiin cuntooyinka ugu muhiimsan ay leeyihiin marka qofka hal la siiyo waxaa ka mid ah babayga iyo liin macaanta waxyaabahaas waxay caawinayaan marka inuu xinjirowga qofku kor soo qaado ayay dad u dhintay miyay jiraan kulli xogtaasi waxay noogu mas-uula wasaaradda horumarinta caafimaadka iyadaana ay tahay muxuu ahaa waajibaadkeeda sidaan ka warqabana wasaaradda horumarinta caafimaadka way la socotaa oo waa lagu wargeliyey sidii looga hortagi lahaa ama loo buufin lahaa balliga daami iyo meelo lamidaba oo meelaha la leeyahay marka ay kusoo kordhayso kanaacada lagu arkayo
وحكلوني لو عبد الرحمن إمك لابدوا يجوا دمبي وحنا أركي لابك يسوي يجونا ملاريا عالية مركا يذا لفتي ذا ملاريا ذا عالية هي لفتي ذا يا يذنا شرتا مركا كل يتوان ريبورت قريني أو نشجني قريب تا ملاريا ذا وسارد هرمونات عافية كا هاوش أنا سيدي وحقق من لهاين وكوجو شرتا